تعالى يلا يا زياد اشرب اللبن. لا انا مش هشربه، ما بحبوش. ده مفيد يا زياد، كله، قصدي اشربه. طب هاتيه كده. هتشربه يا زياد؟ لا. وريني بقى هشربه زي من على الارض. يو عليك يا زياد. ايه مش هشرب اللبن؟ انا فرحانه قوي لقيت لبن لاسيل. ليه يا اسيل يا حبيبتي؟ كلي يلا اللبن يا مها، قصدي العصير، وكل الكب كيك اللي ماما عملتهولك. لا انا مش هاكله، ده طعمه وحش قوي. لا اسمعي اختك، اسمعي كلام اختك الكبير. لا مش معنى ان انت اختك الكبيره ان انت يعني هتاكليني وتشربيني الحاجه اللي انا عايزاها. بقول لك كلي. لا انا مش هاكله اهو، واهو هاكله بقى انا ازاي من على الارض. يا باي عليك يا مها. استغفر الله العظيم يا رب. الناس بترمي حاجات، يعني ما فيش حد يعني مش طايل، في ناس مش طايلينها. وبالعكس الكوب كيك ده طعمه حلو قوي، ما دقتش احسن منه، وده حلو قوي برضه. انا غنيتها وهقعد بقى نتشرزق. تعالي يا اسيل. ايه ده يا حبيبتي انتي اسيل جعانه؟ اشبعتي من اللبن؟ طب هروح اشوفك حاجه في الزبال. مفيش حاجه الا سمكه، وهشوفك كده. يا القرف ده، بالجوا بسرعه. معلش يا اسيل يا حبيبتي اشربي. والنبي يا سيدي والنبي نفعني لو بجنيه واحد بس. بس بلا قرف، ادفعك ولا ايه؟ بجنيه. انا ما ينفعش اسيبك تتعذبي كده معايا، انا لازم اعمل حاجه. ما ينفعش تقعدي في كتير على كده يا اسيلي يا حبيبتي. انا اسفه اللي انا هعمله دلوقتي، ما عارفه ان انت مش فاهمين. انا هوديكي دار ايتام اكيد، يعني الجو البرد يعني هيغطوكي وينيموكي ويدوكي اكل حلو. بكره الصبح هبقى اوديكي. سيني استنى لما تصحى عشان افطرها، واقعد معاها شويه عشان اوديها البر ايتام. انا عارفه ان مفيش ام بتعمل كده، بس مش هسيبها تتعذب معايا اكيد. صباح الخير يا اسيل يا حبيبتي، تعالي يلا عشان تفطري. انت شبعتي؟ طب خلاص هاتي البوبلون حطها هنا، واحط الحاجة دي هنا عشان اصلا محدش بيجي مع حاجة هنا اخبيها، وهوديك عند دار الايتام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا حاجة؟ أنا كنت عايزة أحط البنت الصغيرة دي، عمرها 2 سنة، عايزة أحطها في دار أيتام. طب أنت تقرب لها إيه؟ أنا أمها. أمها؟ وعايزة تحطي بنتك في دار أيتام؟ أيوة، عشان باباها مات، وكمان يعني احنا فقراء، ومش عايزه اعذبها العيشه اللي هي انا بتعذبها وكده، وبناكل الاكل من على الارض وكده. لا احنا ما بناخدش هنا الا الام والاب يموتوا والطفله تقعد لوحدها. معلش خديها، انا هسيبها لك هنا. انا بقولك مش هاخدها، خدي بنتك وامشي من هنا. انتي مش فاهماني، انتي مش فاهماني، خدي بنتي معلش. لا وسنتين كمان، وسنتين بتخلى عن بنتك الصغيرة عمرها 2 سنة. 2 سنة ليه؟
ليه كده؟ ده انا نفسي يبقى عندي اطفال، ولو بقى عندي اطفال يعني عمري ما هتخلى عنهم، ولو ماتوا انا هموت وراهم. ازاي بقى انت تحط بنتك الصغيره ده اهي في دار ايتام؟ انت مسميها ايه؟ سيبيها يا سيد. طيب سيبيها، قصدي خديها، ما ينفعش تسيبيها كده. خديها في حضنك يا بنت. في ايه يعني؟ انا عمري ما شفت ام بتعمل كده. ما انا مضطره. مضطره تسيبيها؟ مضطره تسيبيها وانت عايشه؟ امشي من هنا، امشي عشان ما تعصبش عليك. انا عارفه اللي هي اتعصبت عليكي، اصل ما فيش حد اصلا فعلا يسيب بنت عمرها سنتين ويمشي ويسيبها، لانها مهاش فهماني، مهاش فهماني. انت برضو ما انتيش فهماني انا بتعذب. ماشي خديها في حضنك، خديها دي بنتك الصغيره، وما تكبر ممكن تغير حالكم وتبقى غنيه وتشتغل وكده. وباها ميت. اكيد ربنا هيكرمكم اكيد. عديني كده. حسبي الله ونعم الوكيل فيها والله. تسيب بنتها عمرها سنتين في دار ايتام ليه؟ ده كل اللي هنا عندنا 10 عيال هنا، ما في واحده بتزور دار ايتام يعني عايزه تشتري، يقعدوا يعيطوا لها ويقولوا لها يعني خديني 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 خديني. الست دي مفكره ان دار ايتام ده عادي يعني كانه بيت وكده. انا ما اعرفش في ايه والله. ليه الام بتعمل كده؟ ما فيش ام بتعمل كده اصلا. انا عارفه، انا هروح اشوف البنات لو محتاجين حاجه. طيب ماشي. مفيش حد فاهمني، مفيش. خلاص انا هاخد قرار نهائي، لا انا هقتل اسيل، وما اعرفش بقى ايه اللي هيحصل عشان ما تتعذبش معايا العيشه اللي انا متعذباها. انا اسفه يا سيدي يا حبيبتي، انا اسفه. انا دلوقتي هعمل ايه؟ هعمل ايه دلوقتي؟ انا ندمانه. بتعملي ايه يا ست انت؟ بتقتلي بنتك الصغيره؟ كنت مضطره والله، ما حدش فاهمني ان انا كنت مضطره اقتل بنتي الصغيره. اسير مضطره ايه؟ تقتلي بنتك الصغيره؟ تقتلي بنتك؟ ده انا عمري ما اعمل في ولادي كده. انا لازم اتصل بالشرطه. لا وجايب كمان معاه مطافي علشان كل الشرطه مستنياكي هناك يا مدام. انت يا مدام قتلتي ليه بنتك الصغيره دي؟ تعالي يلا معانا. لا لا انتوا مش فاهمين، بنقول لك تعالي. انا كنت مضطره. قولي كده بقى في قسم الشرطه. وبنتي هنجيب اي حد يدفنها، انا عارفه هجيب مين، بس تعالي يلا معانا.